والتسلية في مدينة أطار فرصا للتنزه والاستمتاع خاصة أيام المناسبات الدينية، وتوفر منتزهات الأطفال فضاء للعب والاستمتاع رفقة الأهل والأقارب. لحظات حميمية تكسر روتين الحياة اليومية وضوضاء المدينة. وشاهد باكي لا نلعب للعب مشاز جايين للبارك لنا ما شاء الله العاب وزينه ما شاء الله تبارك الله. بارك زين ما شاء الله وفيه العاب زيني وفيه مسابقات وفيه رالس كامل. ويؤكد الاطفال اهميه هذه الاماكن التي تمثل فضاء رحبا للعائله بعيدا عن جدران المنازل. وجاي يدي من البارك معايا الطويفيلات ما شاء الله في المسابقات وفي التركية يلعبوا ما شاء الله. يوم العيد كان يوم زين وخاصه قاعد نولي مرقب فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. جينا هون باطفال ندورهم يلتاو يلعبوا، حنا جينا هون المنتزه منتزه هذا اللي هون ما شاء الله جاوا هون الاطفال والناس ما شاء الله جات الناس هون بكثره ما شاء الله. جاي هون مع التريكه تركت اخويا واخوتي جايين بمناسبه العيد بهذا البارك هذا ما شاء الله بارك زين حتى سلك التركه بعد من ياسر من دافع شهر مارس وذاك الشيء تبارك الله. ويتحدث المشرفون على هذه المنتزهات عن ضرورتها نظرا لما تضفيه من جو على الحياة العائلية. احنا في هذه العليات من اهل الروضة صرنا نشتاق له كنا بروضة نشتاق له فيها وحزنا على هذا بارك اللي هو عدلناه الاول عدلوه فطار الله احنا فطار مستقبله مستقبلينه عاد مستقبلينه عيا وجونا يفتحوا يوم السبت ويوم الحد وجونا. وفي نفس السياق يتوجه بعض الأطفال إلى ملتقى وسط مدينة أطار بعد الأجواء الماطرة التي عرفتها المدينة طلبا للتنزه والراحة. الفاغب الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار.